السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرا استشاري الصحة النفسية. حلقة النهاردة حلقة خلاف وجدال كبير جدا ما بين العلم والدين في ناحية وما بين الدجل في ناحية، عشان كده حلقة النهاردة مش عايزة تعصب، عايزة هدوء وتركيز. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن المس وعلاقته بالأمراض النفسية، ولما بنفتح ملف كبير زي كده بنلاقي ناس كتير بدأت تنتبه. احنا هنتكلم عن عالم مقلق، عالم مخيف لبعض الناس، عالم الجن والمس والسحر، ويا ترى ايه أخباره ومين هيكون موافق عليه؟ هل في حد ممكن يعترض عليه؟ طب العلم بيوافق ولا بيعترض؟ طيب الناس شايفة ايه بره؟ رؤية الناس والعالم الخارجي وأخبارنا ايه معاهم؟ وكل ده علاقته ايه بقى بالامراض النفسيه اللي موجوده عند الناس فعلا؟ ده اللي عايزين حلقه النهارده تكون مركزه عليه، لانه احنا بنتكلم عن الحلقه دي هنلاقي حاجات كتير قوي من الحقائق والمسلمات اتحولت معانا لخرافات. وليه اتحولت؟ دي مشكله هنشوفها، وليه الناس حولوها بمزاجهم او حولوها برغبتهم وبداوا يؤمنوا بحاجات من صنع خيالهم هم. هنيجي نتكلم عن المس، هنلاقي دلوقتي ثلاث وجهات نظر لما نيجي نقول هل في عالم من السحر والمس، وهل ده موجود ولا مش موجود. وهنبدأ كده الحلقة ونخليها حلقة سخنة، بدأة بسخونية جدا. ثلاث آراء موجودين قدامنا واحنا بنتكلم عن الموضوع المهم جدا. أول رأي هنتكلم عنه كتب الطب وكتب علم النفس قالت إيه؟ خد بالك أنا مش بقول رأيي أنا كدكتور، أنا بكلمك الكتب بتاعت الطب النفسي والكتب بتاعت علم النفس قالت إيه في الموضوع ده. الكتب في الموضوع ده لم تذكر المس والسحر نهائيا، برغم إنها قعدت تدرس في الإنسان فترات كبيرة جدا، بل كانت مركزة كل جهدها في إن نفسر سلوكيات البني آدم وتصرفاته، ويا ترى ليه بيعمل كده، وإذا عمل حاجة يبقى اسمها إيه، والدوت تصرف البني آدم ده شكله إيه، وقعدوا يقولوا سلوكياتنا إزاي نعدلها، ويتكلموا عن الأمراض وإزاي نعالجها، لكن ما راحش أي مرجع أو كتاب منهم يتكلم عن السحر والمس خالص. فكانت الرؤية الطبية أو علم النفس مش مهتمية بالجانب ده، أو ما بتحاولش تدخل وتتكلم في عالم بالنسبة لهم غيبي ما أقدرش أدرسه. على الوجه الآخر هنلاقي كتب السنة اللي بتتكلم عن السحر أو المس، كتب السنة المؤكدة كلها بدأت تهتم وتركز في الأحاديث وتفسيرها على تأثير المس على الإنسان، ولكن في جزء كبير ما لقيناهوش موجود خالص، اللي هو هل في لبس ولا مفيش، هل بيلبس الجن داخل جسم الإنسان ولا مش موجود، هل بيخش جوه الجسم ولا بيخشش. كتب السنة ما اتكلمتش عن ده، اتكلمت عن التأثير، اهتمت بالتأثير، هل يؤثر ولا لا يؤثر. نيجي بقى للجزء الثالث. الجزء الثالث هو بعض الأشخاص اللي بدأوا يشتغلوا في علاج الناس من المس، وتحت هذا المسمى هتلاقي حاجات كتيرة جدا وأفكار كتيرة جدا، وناس كتير بدأت تعمل دوت، وتروح لفلان الفلاني في المكان البعيد قوي وتسافر له، والراجل اللي صيته زايع في القصة دي بشكل رهيب، والراجل اللي فرغ حياته كلها عشان يبدأ يعالج الناس من الموضوع دوت. وهتلاقي دول طبعا إيمانهم مش إيمان قاطع بموضوع المس، هو إيمان قاطع، بل إنهم زودوا حاجات كتيرة جدا. لما نقعد ندرس ونشوف ونسمع هم بيقولوا إيه، ادونا حاجات لما بحثنا في الكتب عنها ما لقيناهاش، وده هنقوله النهارده، لان انا تابعت كتير قوي وحضرت كتير قوي عشان اطلع اجيب لكم اراء الناس مجمله. طيب عشان ما نتوهش مع بعض كده، هنقول على نقاط مفيش حد في العالم يختلف عليها، يعني هنحط مع بعض نقط اساسيه كده عشان ما حدش يختلف عليها. واحد، الجن موجود لا خلاف عليه، عشان ما نتوهش مع بعض كده وما يبقاش فيه جدال خالص. الجن ذكر في القرآن واحنا مؤمنين بالقرآن، فبالتالي ما فيش خلاف ان عالم الجن عالم موجود، عشان ما حدش يقول لي بقى ما فيش جن، لا الجن موجود، يبقى كده احنا مش هنختلف على دي، ده حاجة خلاص ما فيش فيها مشكلة. وما عندناش خلاف انه له تأثير على الإنسان، يبقى الجن موجود، موجود، ممكن يأثر، احيانا ممكن يأثر واحيانا لا، وده هنشرحه. طيب بيلبس الإنسان ولا لا؟ ما عنديش ولا دليل يقول ان بيلبس الإنسان، ان الجن بيدخل جوه الانسان يلبسه ويبقى جواه،
ما عنديش دليل لا اقدر اقول لك موجوده ولا مش موجوده، ما فيش دليل اساسا عشان اقول لا مش موجود، ولا في دليل اساسا عشان اقول لك موجود. فالجانب اللي هتلاقي فيه اشخاص يقول لك لا طبعا ازاي موجود، طب ايه دليلك؟ انت اصلا ما عندكش ادله، انت مش بتتكلم بشرع ودين، اه ما فيش الدليل ده. والناس اللي هتقول لك لا طبعا ما فيش الكلام ده مش موجود، طب برضه هقول لك ايه دليلك؟ ما انت لما تنفي شيء انفهولي بدليل. فاحنا النهارده جايين بنتكلم في الادله، يبقى واحد الجن موجود، اتنين له تأثير في بعض الأحيان، يبقى دي قاعدة أساسية بنحطها. القاعدة التانية وإحنا هنتكلم في العالم ده، إن كيد الشيطان كان ضعيف. يعني أنا وأنا بتكلم مش بتكلم عن شيء مرعب، مش بتكلم عن مملكة بنخاف منها، إحنا بنتكلم عن نوع من خلق الله عز وجل ذكر لينا فعرفنا إنه موجود، ذكر لينا بعض صفاته، ذكر لينا بعض إمكانياته، بنشوف إيه الحاجات ديت. طب وإحنا نعرف منين إذا كان هو اللي عندي ده هل هو جن ولا اللي عندي ده ممكن يكون مرض نفسي عشان افرق بين الاتنين؟ ما انا قاعد مش عارف ومحتاج افهم. فبالتالي عشان ما تحيرش نفسك وما تحترش، احنا بنقول لك مبدئيا في حاجات صريحة، في آية في القرآن بتوضح لك ان كيد الشيطان ضعيف، فما تقلقش نفسك، انت مش داخل قدام كائن مرعب. تمام؟ طيب. ثلاثة، ذكر لينا ان عالم الجن هو خلق الله عز وجل، ولا يتحكم أحد في خلق الله إلا الله سبحانه وتعالى. لم يوكل الله عز وجل لمخلوق إنه يتحكم في عالم الجن إلا سيدنا سليمان لما وهبه ده كمعجزة، ومحدش غيره ياخدها، إنه يتعلم التعامل مع عالم الجن ويأمره فينفذ. كانت معجزة لنبي، مش أي حد يعرف يعملها. فبالتالي ما يجيش حد يقول لي انا بتحكم في الجن وبوديه وبجيبه وبطلعه وبنزله، معلش يعني انت مش نبي ولا ذكر لينا، احنا بناخد دلوقتي علمنا من الدين من القرآن والسنة، ولم يذكر لينا ان حضرتك هتعرف تتحكم فيه وتوديه وتجيبه، وما تقوليش انا بعمل وبسوي، معلش 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 احنا عندنا دليل، هات لي دليل، وما تجيبليش دليل بالحاجات اللي بيعملوها السحرة يعني خدعة للناس. ما هو في ناس بتعمل خدعة قدامك، احنا بنشوف الساحر لما بيطلع قدام الاطفال ويعمل لهم العاب سحريه، الاطفال بيظنوا انها فعلا معجزات. تمام؟ فما تخليش حد يستخدم الايحاء في الحوار معانا، احنا بنتكلم بقى عندنا دليل، احنا بنتكلم دلوقتي مع بعض في حلقه عايزين نطلع كلنا مستفيدين. في دليل من الكتاب والسنه ان حضرتك بتتحكم في الجن، قوله لنا عشان نمشي معاك ونسمعه. تمام كده؟ طيب. يبقى احنا بنقول ان الله عز وجل ما اداش لحد ال إمكانية دي، ولكن إدانا علم بنفهم بيه ونتعامل بيه. تمام جدا. رقم أربعة، لما أحب أعمل وقاية لنفسي من تأثير الجن، ولما أحب أعمل حماية لنفسي من تأثير الجن، ولما أحس إن أنا في وقت معين اتأثرت ومش عارف التأثير ده من إيه، لن نختلف تماما في كل اللي قلناه ده عن إن القرآن هو العلاج الشافي الكامل لهذه التأثيرات. يبقى أنا ما عنديش بديل في العلاج دلوقتي إلا كتاب الله سبحانه وتعالى اللي ذكر لي وجود الجن، ذكر لي إن في كتاب عشان نخرج إيه بره القصة دي. طيب الحقائق دي أنا ليه بقولها في أول الحلقة؟ بقولها عشان ما نتوهش وإحنا بنتكلم في الموضوع ده في حتت كتير قوي. يبقى إحنا محددين مع بعض من أول الحلقة إيه الحاجات اللي إحنا هنتكلم فيها، وكلنا ما عندناش خلاف عليها، لا خلاف على وجود الجن، لا خلاف على ان دي مملكة خلقها الله سبحانه وتعالى من ضمن مخلوقاته الكتيرة جدا، وهو الوحيد اللي بيتحكم فيها. ولما يدي انسان سلطة التحكم بيعرفنا، لما ذكر سيدنا سليمان ذكر ان هو اللي اتحكم فيها. تمام كده؟ وبعدين بنبدأ نقول ان اي حد بيعمل شيء بيعمله من باب العلم اللي ذكر لينا، ثم يبدأ يتعامل معانا او يتعامل مع اي مشكلة عندنا بعلاجها اللي هو القرآن الكريم، ما بنخرجش براه. طب ليه بقى بنقول ده؟ عشان لما نيجي نتكلم عن الخلاف اللي بين الاطباء اللي بينكروا بعضهم ان مفيش مس ولا سحر ولا جن، وبين الدجال، مش هقول الشيخ، الشيخ احنا قلنا راي الشرع في القصه دي ما بيخرجش عن القران والسنه، بين الدجال او الشخص اللي بيستغل ضعف الناس لاهوائه الشخصيه فيبدا يوهمهم باشياء، ويبدا يديهم حاجات، ويبدا يبيع لهم حاجات بفلوس، ويبدا يضحك على ناس كتير ويستغل احتياجهم. انا عايز النهارده اخرج وانا فاهم بقى مين الدجال ومين الكويس وايه الصح وايه الغلط. طيب تعال نشوف كده ايه مشكلة الناس. مشكلة الناس من زمان قوي مع موضوع المس والسحر والجن ده انه عالم غيبي. يعني ايه عالم غيبي؟ يعني عالم ما يعرفوش عنه شيء، ما عندهمش معلومات عشان يمسكوها بايدهم. ولما اقول لك على حاجة غيبية فانت هتصدق،
لاني بكلمك عن حاجه انت مش شايفها بعينك، ما عندكش دليل عليها، فهتعرف منين اللي انا بقوله لك ده صح ولا غلط؟ عشان تعرف لازم تبقى شايف حاجه بعينك او عندك معلومه لا خلاف عليها. لما اجي اقول لك القران بيقول هتقول لي خلاص تمام، لكن انا لما استغل ايه في القران واخدك بعد كده منها العالم مفتوح، انت مش هتعرف. ازاي الكلام ده؟ مرض الصرع اللي هو عباره عن بؤره صرعيه في المخ، كهربا في المخ زياده، كان الكل بيتعامل معاه على انه مس لفتره طويله من الزمن، وكان الشخص طبعا قبل ما يعرفوا ان ده مرض، كان الناس اللي بيصابوا بمرض الصرع ويترمي في الارض ويبدا يتحرك برجليه وايديه ويجز على اسنانه وتبدا رغاوي تخرج من بقه، فالكل يقول ده الراجل ده عنده مس. ولازال برغم انتشار العلم وان يعني سبحان الله الصرع بقى معروف جدا كمرض والحمد لله بيشفى، الا ان الناس في بعضهم الى يومنا الحالي برغم العلم المنتشر ده كله اللي بيظن ان لسه الصرع ده صرع مس وليس صرع كهرباء زياده في المخ. كده كويس؟ طيب اللي كان بيحصل ان الناس لما بتلاقي الوضع الانسان في الحاله دي بيظنوا فورا ان هذا الشخص لديه مس، وبالتالي لابد ان احنا نبدا نشوف ايه اللي بيحصل ونبدا نجيب بقى الناس اللي بتبدا تعالج. فنشوف هنا العلاج بانواع كتيره، منها كان العلاج بالضرب، يعني هو النهارده الشخص اللي عنده صرع ويبداوا هم يعالجوه بالضرب، او انواع تانيه من الطرق العلاجيه اللي هم بيستخدموها. طيب انا هنا بتكلم في ايه؟ العلم بعد فتره اثبت ان الصرع عباره عن كهرباء زياده في المخ ويبدا ياخد لها ادويه، وبعد شويه بفضل الله بيشفى المريض ويرجع كويس جدا. احنا بنقول بقى عايزين نفرق، عشان مش كل حاجه تؤول لينا احنا وراهم على طول وماشيين كده مغمضين، لا عايزين نفرق ونفهم. طب انا عندي في الامراض النفسيه اشياء الناس بيتلخبطوا فيها برضو. النهارده لو عندك مريض بمرض الهستيريا، يعني ايه مرض الهستيريا ده؟ مرض هنشرحه لك كده، لكن في صفات لدى مريض الهستيريا، اولا قابل للايحاء جدا، فلو قعد في جلسه والجلسه دي فيه نوع من الايحاء او واحد بيعلي صوته وواحد قدامه بينهار والتالت بيعيط، هو كمريض عنده قابليه عاليه جدا للايحاء، هو مباشره هيتاثر بالاشخاص دي ويعمل زيهم واكتر. بل احيانا مريض الهستيريا بيغالي قوي في الاعراض بتاعته، يعني هتلاقيه بيعمل حاجات ازيد من الناس، يعني ممكن لما يلاقي جو نفسي بالطريقه دي كده بالايحاءات والحاجات اللي محطوطه واضواء معينه وصوت معين، ممكن المريض ده يصاب باغماء بيسمى الاغماء الهستيريه، ممكن المريض هنا يصاب بالصراخ يفاجئ تلاقيه بيزعق ويصرخ ومحدش فاهم ان ده مرض يسمى بمرض الهستيريا. شخص صرخ ووقع واغمى عليه ويعني عمل حاجات انت مش متخيلها، فانت عمر في خيالك ما هيجي ان ده من ضمن الامراض النفسيه ويسمى مرض الهستيريا. بل بالعكس الكل بيجمع هنا انه ده مس صريح، ده الشيخ عمل كذا او الراجل اللي احنا بنروح له ده عمل كذا كذا كذا. لا طبعا ده مرض ويسمى مرض الهستيريا. طيب مريض من امراض النفسيه مسمى مريض القلق، اهو مريض القلق شخص عنده توتر، عنده قلق، عنده بعض الاعراض الجسميه اللي هي بتسمى اعراض سايكوسوماتيك او نفس جسميه. الاعراض السايكوسوماتيك اللي بنتكلم عنها دي منها رعشه في الاطراف، يعني ايده بتتهز او رجليه ممكن تتهز، او بنتكلم عن مثلا ضربات قلب زياده، بنتكلم عن ضيق نفس، عن غصه في الزور، بنتكلم عن قولون عصبي، بنتكلم عن كل ده اعراض جسميه. طب المريض ده وهو اصلا شخص قلق جدا متوتر جدا، لو قعد في قعده من اللي بنتكلم عنها دي ممكن يحصل له أعراض جسمية جامدة جدا، فبالتالي يقول لك أهي الأعراض بدأت تظهر عليه. وصلت؟ وهو هنا لا يعلم إن ده مرض من الأمراض النفسية يسمى مرض القلق، والمريض هنا برضه قابل للإيحاء. أشدهم بقى، أشدهم اللي يعني بيلخبط الناس كلها، مريض الفصام الذهاني، المرض العقلي، احنا كنا قبل كده اتكلمنا عنه وشرحناه بالتفصيل، المريض اللي بيشوف حاجات محدش شايفها غيره. المريض اللي بيسمع حاجات محدش سامعها غيره. المريض اللي بيكلم ناس حواليه وهما مش موجودين. ناس كتيرة جدا ملهاش علاقة ولا تعرف يعني ايه فصام ذهاني، ولا ان ده مرض عقلي، ولا ان في مشكلة في العقل محتاجة انها تتعالج وبتتعالج بفضل الله وتشفى. لكن المشكلة كلها هنا ان كله هيأول الموضوع ان ده مس. طيب يا دكتور انت بتتكلم كده عشان دي زاويه طبيه من ناحيه الطب او زاويه من ناحيه علم النفس، لكن انت ما بصيتش على الزاويه التانيه، ده كلام مش حقيقي. انا اشتغلت ونزلت وشفت لمده 10 سنين بنزل اشوف حالات بهذا الشكل، كان الموضوع فارق معايا جدا واهتميت بيه جدا، فاستمريت لمده 10 سنوات بعد ما بخلص شغلي بنزل مع مشايخ افاضل وبنزل مع ناس كتير بتتكلم في الموضوع دوت. كنت بنزل ما بتكلمش عشان اعرف هم بيعملوا ايه، كنت حابب اشوف بعيني
كان ساعتها شاغلني قوي اعرف الفرق بين حاجتين، الفرق بين الصرع المرضي اللي هو اللي بنسميه الطبي، وبين الصرع اللي بيقولوا عليه مس الصرع، يعني هل الشخص المصروع مس جن، هل هو نفسه الشخص اللي عندنا بس هم متلخبطين، ولا في اختلاف بين الاتنين، وعشان تنزل لازم تكون نازل مع ناس من اللي بيشتغلوا بالحاجة دي. فنزلت مع دول ونزلت مع دول، يعني قعدت من الناحية العلمية وقعدت مع ناس مشايخ وفيهم الأفاضل طبعا. ناخد معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عامل عبد ايه؟ الله، أهلا وسهلا بيك. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويبارك في قناة الندى دايما كده يا رب الله الحاج يا يكرمك، نبي. ربنا يبارك يا في رب عمرك، يبارك فيكم يا ابني يا رب، ويجعلكم كده على طول بحق جاه النبي عليه الصلاة الله والسلام. يجازيك خير يا رب. تسلمي، اتفضلي يا فندم. لو سمحت من فضلك، بس انا بالنسبة للاسانسير انا بركب الاسانسير كده ببقى احس بقلق وبرعب شوية خفيف، تمام فيبقى التعامل بس بركب برضه يعني برضه بركب اسانسير، مش بمنع ولا حاجة، تمام ولكن يعني مش عارفه بس يبقى التعامل ازاي، او الاماكن المغلقه برضه بتقلقني شويه. تمام عينيا الاثنين، حاجة تاني غير ده؟ ربنا يكرمك، بس انا بس عايزه، انا الحمد لله بتعامل معاهم، بس عايزه برضه شيء يطمئن اكتر مثلا وانا في التعامل معاهم. ده انا هطمنك جدا. ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك. معانا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي بنتي عندها 6 سنين، تمام، صعب التعامل معاها خالص خالص، ليه أنا دي بتعمل ايه بطريقة بس؟ فظيعة، ما بتسمعش الكلام يعني خالص، واللي في دماغها بتعمله حتى لو استخدمت معاها وتلك العند وتلك المحايلة أي حاجة ما بتجيبش معاها. طب زي ايه كده، ادينا مثال. يعني مثلا اسمع الكلام يا جنى وتعالى عشان ناكل، لازم اللي هي عايزاه بالظبط تاخده، تروح داخله الاوضه وسايبانا وخلاص بقى. ممكن ان انا اعمل فيها مثلا، ممكن ما ترضاش تتعشى خالص، مش مهم، وتنام من غير ما تتعشى، تمام وتنفذ اللي هي عايزاه وانا انفذ اللي انا عايزاه برضك. حلو جدا. طيب بيكون رد فعلك عامل ازاي وقتها؟ بسكت واسيبها، يعني افضل اندع كام مره، ووالدها برضك يندع كام مره، ما ترضاش ترد اصلا، نسيبها ممكن تفضل نايمه لغاية واحدة اتنين، تقوم بقى واحدة اتنين انا عايزة اكل. يعني الكلام ده بيبقى على الفطار، فهي مش عايزة تصحى من النوم وتيجي لا تفطر، ده بيبقى العشاء، ده بالعشاء، هي تبقى نايمة وقت ده بيبقى العشاء. العشاء، احنا وقت العشاء ممكن نعمل فيه على ابسط حاجة، اعملي كذا عشان تاكلي، او كلي يا جنى اسمع الكلام وانت برضك، لا تروح داخلة مثلا زعلانة وداخلة جوه، احنا نخش ننام وهي عندنا ونامت، تمام صحيني بقى واحدة اتنين عشان تتعشى. تمام جدا. ايه كمان؟ عدائية جدا مع أخوها الصغير عنده سنة ونص، تمام أختها الكبيرة هي عندها في سنة تانية ابتدائي، بس ما فيش خالص وجه مقارنة، سمعان الكلام من بين دي ودي. الكلام ده بيتقال قدامها، يعني بيتقال قدامها ان هي غير اختها، مختلفة عنها. أكيد بيتقال من بره، لأن هي بره نفس الطريقة مع الكل، يعني تمام بتحاول ان هي تبين ان هي ما تسمحش الكلام برضك قدام الكل، لو ضربتها كده كده ما تضربني، الضربه بيوجعنيش، تمام انا ما بحسش، بتقولي كده على طول. طيب خليكي معانا واسمعي بقى رأينا في القصة دي هيبقى ماشي ازاي. تمام طيب احنا بس هنطلع فاصل وبعدين نرجع تاني، خليكم معانا بأمر الله. طب عفوا، معانا اتصال تليفوني قبل الفاصل. معانا ام مازن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك، اتفضلي. سامعك يا دكتور، انا عندي مازن عنده 10 سنين، هيكمل شهر واحد، تمام، ومحمود عنده 7 سنين، ومعاذ عنده 2 سنين، هيكملهم برضه في شهر واحد. تمام عندي مازن يا دكتور ما شاء الله يعني متميز، ويعني بيحفظ في القرآن وكده، بس هو بقى عندي مشكلة ان هو ما بيعرفش ياخد قرار، وكمان ان هو يعني ما بيعرفش يرتب وقته ولا ينظم، ويعني ساعدني بقى في حكاية الحفظ والمراجعة شوية، تمام جدا. وبيتخانق كتير قوي مع اخوه محمود، ومحمود يعني شخصية عنادية جدا، بكلمه يعني بيبقى بارد بمعنى اصح، يعني هو مش عايز يتحرك، يعني روح هات كتبك، يعني يمشي قدامي ببطء جدا لحد ما يبقى خلاص يعني هيشلني والله. حظك، الله ربنا يعفو عنك. ويعني وهم بقى بيقعدوا يتخانقوا مع بعض كتير، وحتى النهارده يعني الابله كتبت لي استدعاء ولي امر، فرحت لها
فراحت قالت لي يا شيخ هو مش عايز يعني يقول مع زمايله، مش عايز يراجع معاهم، ان تمام. هو عايز الحاجه اللي في دماغه بس هي اللي تمشي، ويعني ولما بقول له حاجه يعني وما عملتهاش يقول لي انت كذبتي عليا، لا انت مش عارفه ما عملتيش اللي انت قلت لي عليه. طب ما انت برضو في المقابل ان انت ما بتعملش برضو اللي انا بقول لك عليه. طيب احنا كده كده هنجاوبك على محمود، لان احنا معانا سؤال كان ام محمد قالت نفس الحاله تقريبا، يعني نفس التشابه بالظبط ما بين 6 سنين وهنا 7، والاتنين عندهم عناد. طيب هنطلع فاصل ونجاوب على اسئله بعد ما نرجع، خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ومكملين مع المس وعلاقته بالأمراض النفسية. زي ما اتكلمنا إن المس في حلقتنا إحنا مش بنطلع الأقاويل عليه، لأ، إحنا ناس مؤمنين بالله عز وجل، مؤمنين بوجود المس، ولكن بنتكلم في الخلافات اللي بتحصل حوالين المس والحاجات اللي بتبقى فيها نوع من الدجل اللي دخل عليه فتوهنا ما بقيناش عارفين نقول ايه، وايه هي الامراض النفسيه اللي مختلفه عن المس عشان ما يختلطش علينا في الحلقه الامر، هل هو مس ولا هو امراض نفسيه، ونعمل ايه لو كان مس ونعمل ايه لو كانت امراض نفسيه. بس هنجاوب بسرعه على بعض الاسئله اللي جات لنا قبل الفاصل مباشره. كان معانا سؤال ام عبد الله قالت فيه الاسانسير بحس برعب وقلق لما باجي اركبه، ومع ذلك بحاول اضغط على نفسي واركب، وكمان الاماكن المغلقه فعلا برضو بيحصل لها فيها نفس المشكله. ده اسمه ايه؟ ده مرض يسمى مرض الفوبيا. انا عندي فوبيا الاماكن المغلقه. فوبيا الاماكن المغلقه دي يعني انا من الناس اللي الخوف بيجي عندي بزياده جدا 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 لما ادخل مكان ويكون المكان ده مقفول. مش بس كده، كل شويه الافكار بتبدا تيجي لي افكار تشاؤميه حوالين المكان، يعني انا ببقى قاعده على اعصابي مسافه الفتره المؤقته اللي انا بركب فيها الاسانسير او الفتره اللي انا قاعده فيها جوه مكان مغلق. طب ده ليه؟ عشان بتجي لي فكره مباشره ان الهواء والاكسجين بيقل، الاماكن المغلقه ممكن تبقى اماكن ممكن يحصل فيها اي مشكله ليا، ممكن يجي لي ضيق تنفس، ممكن يحصل لي مشكله جوه الاسانسير، الاسانسير عباره عن علبه مقفوله ما فيهاش امان خالص، ووابل من الافكار السلبيه التشاؤميه، كل ده بيسبب لي نوع من الخوف، الخوف الشديد اللي بيسمى بالفوبيا. طيب علاجنا هيبقى ماشي ازاي او المفروض اتعالج ازاي؟ في جزء يسمى علاج دوائي، الهدف الرئيسي من العلاج الدوائي هنا انه بيقلل الخوف والتوتر اللي بيجي لي فجاه. طيب رقم 2، فكره الاماكن المغلقه دي بقى بتاخد حاجه اسمها علاج معرفي وعلاج سلوكي. يعني ايه؟ ازاي انا حاطه معلومات مغلوطه وبجيبها في دماغي غلط؟ هل الاسانسير اللي انا بركبه ده عرضه للخطر؟ لا. ليه؟ لان الشركه بتاعته قبل ما تركبه بتعمل صيانه. يعني ايه صيانه؟ يعني بتعمل وسائل حمايه والا لا يجوز تركيبه، يعني بيبقى فيه سوسته كبيره جدا موجوده تحت الاسانسير، الاسانسير فيه تهويه، الاسانسير لو قعدت 24 ساعه جواه مش هيجرى لي حاجه، لكن انا عندي وهم جوه دماغي لازم اعرف اتخلص منه. بنبدا نمسك المعلومات المغلوطه ونغيرها، بنبدا نعمل بعد كده بالتدريج حاجه اسمها علاج تدريجي، ازاي اقدر اقعد في اماكن لفترات وتبقى فترات بعد كده واسعه وما عنديش مشكله، ازاي ما تجيليش الرهبه من الحاجه بدون حتى ما يحصل لي فيها اي ازمه. يعني انا النهارده ركبت اسانسير حصل لي فيه ضيق نفس نتيجه اضطراب معين عضوي في جسمي، ما اربطش الاضطراب بالمكان والا اي مكان هيحصل لي فيه مشكله بعد كده مش هخشه. ثالثا وده الاهم، ان المرض ده له اصل جيني، يعني في العيله في جينات قلق وتوتر، في العيله هتلاقي اب او ام كان احدهما قلوق، فبالتالي طبعا بوجه ام عبد الله انها تتجه لاي دكتور يساعدها على التخلص من الفوبيا، واطمنك انها تشفى تماما بفضل الله. معانا ام محمد ومعانا ام مازن، كان في تشابه قوي في السؤالين بتوعهم. ام محمد كانت بتتكلم عن بنتها 6 سنوات عنيده جدا مش بتسمع الكلام، خلاص، وطبعا بنتكلم بقى عن العند انها طبعا ممكن ما بتسمعش كلام باباها ولا كلام امتها، وبالتالي طبعا في مشكله كبيره. لجأوا للضرب وبرده ما جابش نتيجه خالص، وطبعا ده بيضايقهم جدا وبتنفذش اي حاجه من اللي بتتقال. كان سؤال ام مازن مشابه جدا عن ابنها الثاني محمود اللي هو 7 سنوات، مشابه قوي في نفس السن اهو، برضه عنيد جدا لما نقول له حاجه بيتعامل عكسها، لما يطلب منه حاجه بسرعه بيعملها بهدوء بزياده جدا،
فهنعمل ايه مع الاثنين؟ طيب عايزين نوضح حاجه بس كده سريعه. خدتوا بالكم مباشره ان هنا كان بنت 6 سنوات وليها اخوات، هي في النص، ليها اخت اكبر واخت اصغر، وهي اللي في النص. وهنا كان عندنا محمود طبعا نفس الكلام، اخ اكبر واخ اصغر وهو اللي في النص. اولا العناد العلماء قالوا عنه انه مش مشكله او مرض، بل بالعكس نوع من المميزات للشخصيه. الطفل العنيد طفل له شخصيه، له راي، طفل بيفكر وعايز يثبت ذاته. بس المشكله بتزيد عندنا امتى؟ لما يكون الطفل مش شايف انه واخد حقه في الاسره. يعني انا قبل مني طفل فكان هو رقم واحد، هو الكبير، انا بعد مني طفل صغير واخد الاهتمام وهو اخر العنقود، وانا في النص ضايع بين الاثنين. فلا انا اكبرهم ولا انا اصغرهم، لا انا اول واحد فرحوا بيا ولا انا اخر واحد اللي هو الصغير اللي بيتدلع بزياده. فتجد الشخص الطفل الوسطاني ده عايز يثبت وجوده باي شكل، فمحتاج يبون يقول انا هنا، يبين نفسه. فعشان يعمل ده بيضطر يعمل ايه؟ بيضطر اسفا انه يعمل عكس اللي انت بتطلبه منه عشان تلتفت اليه اكتر. وده احيانا بتكون طفل ذكي لانه وسيلته وسيله ناجحه، هو فعلا لفت انتباهنا ليه. لو كان طفل هادي وبيسمع الكلام ما كانش هياخد اي حق من حقوقه خالص. فاحنا بنحاول هنا بنعمل حاجات معينه. اولا احنا قلنا لحد 7 سنوات، يعني سواء الكلام ده كان لام محمد او ام مازن، الطفل لحد 7 سنوات ما بيتضربش تماما. الطفل هنا بنحاول نفهمه ونوعيه ونشرح له. طيب اكثر العناد بتاعه ازاي؟ اولا ان انا ما بعنتش قصاده، يعني اوكي هو انت عايز تاكل؟ اه لو عايز تاكل اكل موجود، لو مش عايز تاكل دي حاجه بتاعتك انت وبرغبتك انت، لان الاكل ده عباره عن مشاعر جوع، بعد كده بعالج الجوع بالايه؟ بالشبع. يبقى دي حاجه انا بسيبها للطفل مش بتاعتي. طيب انا بطلب منه ان يعمل حاجته بسرعه، عملها ببطء، في مقابلها حاجه تانيه، انا هدي لك مساحه من اللعب بعد الواجب. فبالتالي انجزت واجبك، خدت مساحه اللعب، طولت جدا في واجبك براحتك، ما عنديش مشكله، ده من مساحه اللعب بتاعتك او توقيت اللعب بتاعك. الموضوع بعد كده بيترك ليه هو تماما، هو اللي يقرر. لو هو اشتكى لي ان عنده مشكله وبطيء اساعده يعالجها، لكن لو هو برغبته عايز يعمل ده سيبه يعملها تماما وما تعاندش قصاده. ما تاخدش الموضوع بالعند قصاده، هو كده حقق اللي هو عايزه، هو فرح، شد انتباهك، فضل طول الوقت عامل لكم مشكله باصين له، هو لفت الانتباه وعرف يحصل على الاهتمام اللي هو محتاجه. كان معانا برضه في نفس سؤال ام مازن، ان مازن متميز جدا بس مشكلته انه ما بيعرفش ياخد قرار ولا يبقى منظم. هنا ما بيعرفش ياخد قرار اللي هي متردد بين حاجتين. دايما بنقول الشخص المتردد هو واحد بيتارجح بين نقيضين دون امكانيه ترجيح احدهما على الاخر. يعني دايما بلاقي نفسي قدامي حاجه وقدامي عكسها ومش عارف اخد قرار فوري فيها، طب اعمل فيها ايه؟ طب اخلصها ازاي؟ هنا بنقول التردد نوع من انواع القلق برضو، القلق او الخوف كده، كويس؟ القلق والخوف بيصاحبهم التردد، وغالبا الطفل اللي بيكون كده بيكون عنده مشاكل حساس بزياده، بيفكر كتير جدا ازيد من اللازم. طفل عايز يعمل كل حاجه على اكمل وجه ولكن للاسف ما بيعرفش، فده بيعمل له احباط اكتر، فده ممكن يسبب له توتر شديد، تردد شديد، عدم نظام. انا بحتاج هنا ازود المطمئنات ليه، يعني دايما اطمنه، دايما لما تلاقيه مش منظم ما تبقاش في حاله نهر بزياده، ما يبقاش في عنف في الحوار، بل بالعكس هو عايز اطمئنان عشان يهدى فيعمل انجاز اعلى. لو عمل الشيء وما حصلش فيه على الدرجه النهائيه مش مشكله، حاول برضه تتقبله لان هو محتاج يتقبل نفسه، فمحتاج دعم من الاخرين خاصه لو كان بابا او ماما. طبعا يعني انا معاكم لو في اي سؤال انا عينيا الاثنين. ارجع تاني بقى للعلاقه بين المس والسحر والعلاقه بين الامراض النفسيه. احنا اتفقنا دلوقتي ان لو موجود حاله من المس، احنا قلنا المس هنا مش بنتكلم عن التلبس، المس اللي بنتكلم عنه لان التلبس لم يذكر فيه شيء، انما اللي بنتكلم عنه مس له تاثير على الانسان، هعالجه بايه؟ بكتاب الله. عندنا بقى النهارده ورد صباحي، وعندنا ورد مسائي، اذكار صباح ومساء، وعندنا ورد قراني انت بتحطه من نفسك، عندنا ايات معروفه، عندنا الرقيه الشرعيه، كل ده تمام ورائع وممتاز ومفيش عليه خلاف. بل ازيدك كمان شيء، مين اللي قال ان القرآن لعلاج المس فقط؟ طب ايه رأيك ان القرآن لعلاج الامراض النفسية؟ ازاي لعلاج الامراض النفسية؟ اه طبعا، بل اقول لك الاشد منها، والقرآن لعلاج الامراض العضوية، والقرآن لعلاج كل مشاكل الانسان كده، كويس؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. بس تعالى بقى نفهم حتة صغيرة مع بعض. انا النهاردة عملت في علاج المس والسحر الايات اللي انا قلتها كده، انا خدت باللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه، خدت بالاسباب، ثم ابدا بقى حسن من نفسك، ابدا بقى عدل من حياتك، تمام؟ طب في الامراض النفسيه انا برضو عملت باللي الله عز وجل قال عليه، خدنا بالقران كده، كويس،
وقرأنا القرآن وبنحطه على فكرة في علاجنا، يعني احنا بنشتغل في العلاج بنتفق على ان في ورد قرآني ده ما فيش عليه خلاف، وفي وقت لسماع الدين ده لازم، فبنحط ده ضمن علاجنا، ومعاه بقى ومعاه جزء من العلاج السلوكي وجزء من العلاج المعرفي حسب المرض، ومعاه برضه جزء من العلاج الدوائي لو المريض محتاج. اذا المرض النفسي بيتحط له علاج بالقرآن مع علاج سلوكي مع علاج معرفي مع علاج دوائي، عشان يبقى انا النهارده بحل المشكلة اللي موجودة، وكله بإذن الله عز وجل. يبقى أنا النهاردة عندي مشكلة عضوية، هروح للدكتور وهتعالج بالقرآن ومفيش خلاف ولا ضرر بين الاتنين تماما. وصلت؟ طيب ليه بقى بنقول كده؟ لأن الناس بتقفل الأبواب. طيب لما يظهر لي واحد بيديني أنواع ويشرح لي ويفهمني ويقول حاجات أزيد بكتير من ده، تعالى كده أدي لك مثال من اللي أنا شفتهم. وزي ما قلت لكم ان انا نزلت وقعدت 10 سنوات في الموضوع دوت، بل ان انا عملت دبلومه شريعه مخصوص عشان اعرف وافهم في القصه دي. فلقيت ناس بتتكلم بتقول انا حتى معلش هضطر الجا لكلامهم بالنص، يعني بيقول بقى ان في مس يسمى مس الروح الخبيثه. الكلام ده غير صحيح بالمره، كلام غير صحيح بالمره، ودي بقى الزيادات اللي ليس لها اصول كده كويس. يقول لك في مس الروح الخبيثه. ايه بقى مس الروح الخبيثه؟ يقول لك اسمع يا سيدي، ده الكلام ده منهم شخصيا يعني وموثق منهم، لما يكون عندك الحاسه السادسه فانت كده عندك مس. يعني لو واحد عنده حاسه سادسه يبقى هو عنده مس، طبعا اي كلام. لما يجي لك احلام باطنيه يبقى انت عندك مس، اي كلام. لما يجي لك احلامك وتتحقق يبقى تقلق عشان انت عندك مس. هاخد معانا اتصال تليفوني وبعدين ارد لكم عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بيك. أنا مريم وليا أخ صغير ليا عنده مشكلة. تحت أمر حضرتك اتفضلي. أخويا الصغير كان بيمد إيده على حاجات مش بتاعته، وإحنا كذا مرة كنا بنفهمه إن الموضوع ده كان غلط، فإحنا فهو كنا ما نقول له كده كان رده دايما بيقول كان رده إن هو يعني عايز يبقى عفن زي أصحابه، عايز يبقى معاه حاجة زي أصحابه كده. تمام. فاحنا قعدنا نحاول معاه كتير ونفهمه كتير، ومره نزعق ومره بالراحه وكده، بس ما كانش كان بيقعد فتره ما بيعملش ويرجع تاني يمد ايده على حاجه مش خاصه بيه. تمام. فاحنا عايزين نحل المشكله بتاعته دي. هو كام سنه؟ هو في سنه 6 ابتدائي. يعني 12 سنه؟ اه. طب وبدأ موضوع مد الايد ده بقى له قد ايه؟ السنه دي، اول السنه دي. يعني اول مره تحصل؟ مش أول مرة. معه يعني أقصد أول مرة تحصل السنة دي، ما حصلتش قبل كده. ما حصلتش قبل كده، كانش بيمد إيده. تمام. أنتوا كام أخ وأخت؟ إحنا أربعة، اتنين بنات في النص وواحد كبير وواحد صغير في الآخر. يعني هو أصغر واحد؟ هو أصغر واحد. تمام. هجاوبك حالاً عليه. أخبار بابا وماما إيه معاك؟ هو عصبي جداً. إيه؟ بقول مشكلته إن هو عصبي جداً. مش عارفين نتعامل مع عصبيته دي. طيب. يعني لما نتكلمه ونتفاهم معاه بيتنرفز جامد وبيفسر حاجات كتير، واحنا مش عارفين نتعامل معاه الصراحه. بابا وماما اخبارهم ايه معاكوا في التعامل؟ ماما وهو كويسين معانا جدا والله، ودايما بيعاملونا كويس، من واحنا صغيرين كانوا بيفهمونا كويس، وبرده كانوا الصراحه يعني قدر خيرهم والله، تعبوا معانا جامد. طيب الوالد كام سنه معلش؟ الوالد 49 سنه. طيب تمام جدا جدا. لا سن هايل. طيب خليكي معايا ونسمع بقى مع بعض كده اجابتنا سريعا. انت بتتكلمي في 12 سنه، يعني سن مراهقه، يعني سن التمرد، يعني سن رغبات، يعني محتاج توفير جو مخصوص للتعامل معاه. عندنا الطفل لما بيطلع في جو المراهقه ده بيختلف تماما، يعني يبقى ماشي طول عمره مؤدب فجاه تلاقي لسانه بدا يقول حاجات مش كويسه، يبقى ماشي بيسمع الكلام فجاه بقى متمرد تماما. انا النهارده بتفاجئ بواحد عنده رغبات في حاجات كتير، ففجاه بدا يمد ايده وعايز يحقق حاجته. يعني هو حتى لما بنقول له انت بتاخد حاجات ليه بيقول لك عايز ابقى زي اصحابي، عايز يبقى عندي حاجات زي اصحابي. يعني هو عايز يبقى مناسب الجو النفسي ليه لاصحابه، الحاجات المعنويه والماديه بتاعته زي اصحابه. المشكله عندنا هنا ان انا محتاج ان الاب، انا سالت على سن الاب ليه عشان اعرف هو متقارب معاه ويقدر ينصحه ولا لا، وطبعا عندنا اخ اكبر كمان لازم يقرب منه. هو هنا بيحتاج انه يفهم ويستوعب ايه المشاكل اللي بتقابله وازاي يحلها، هو عايز حد يحتويه. عاملين 4 حلقات على قناه الندى باسم تمرد المراهقه، العنف مع المراهق، طبعا بنشرح طبعا 4 حلقات عن المراهقه، هتلاقي دكتور احمد فوزي صبره واكتبي جنبها المراهقه هتلاقي القنوات كلها الحلقات كلها موجوده.
هنا هنتكلم في الحلقات دي عن ايه اللي ممكن نسمح له بيه، ازاي نديله الثقة بالنفس، ايه الحاجات اللي لازم ندعمها فيه جامد جدا جدا جدا. الاول بكسبه واخليه بيحبني واخليه بيسمع كلامي واخليني بالنسبة له شخص مقرب جدا، ثم بعدها ابدأ في علاج المشكلة اللي هو بيقابلها، اللي هي سواء مد الايد، السر، الطموح الزايد عن اللزوم، ان انا عايز اعمل حاجة زي اصحابي وده مش مناسب لينا، فهو بيبقى طموحه اعلى فده مش صح، فنبدأ بعد كده نحتويه. يبقى انا الاول افهم المراهقة واقرب لها، وبعدين ابدا اعالج العيوب بتاعتها، وطبعا اطمنك ان ده كله بيتعالج، والعصبيه من المراهقه برضو. تمام. اخيرا انا بس عشان احسم الامر بتاع حلقتنا، اذا كنت في يوم من الايام قلقان ان انت تبقى من الناس اللي ممكن تصاب بالمس، هطمنك تماما عشان تعرف انك امن. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فالصحابه كانوا بيسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا مين منا ما كانش بيظلم؟ فرد الرسول عليه الصلاة والسلام وشرح لهم إنما الظلم هو الشرك، فالشرك ظلم كبير، فاللي بيشرك هو الشخص اللي غير آمن، أما الشخص اللي بيخرج عن الشرك تماما فهو في أمن من الله سبحانه وتعالى، أمن من كل شيء، أمن من عالم الجن بالكامل، فلا يمس ولا يؤثر عليه تماما. فلما حضرتك تيجي تقول ان انا عندي ابني عنده مشكله فاكيد ده مس، او عندي بنتي ما اتجوزتش فاكيد ده مس، او انا النهارده عندي مشاكل فده مس، لا، احنا قلنا النهارده المس له حاجات، وطالما ما فيش شرك بالله يبقى بامر الله سبحانه وتعالى انت خارج المس، وكل اللي قلناه من شويه ده امراض نفسيه تعالج. اتمنى كده تبقى الرساله وصلت، ولو في اي طلب او في اي حاجه بترجع تاني لكتاب الله هيدي لك الحل لكل مشاكلك. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.